لو الحكاية فيها إن فيتو. كل ما كان الناس معايا كل ما كان الموت بيهن. مش شدة تحس العقل يهين. كرامتك تثبت رغم الموليين والفلفة والسلوكة، رغم البيت الدنيا جدا ومقول الباب والمثل في الناس اللي هم المبدأ. كل الناس قدام المبدأ هم المبدأ. يشربوا مخدرات وبعدين يدمنوها. انه عايش لوحده، عايش غريب، مفيش حد باصص عليه، مفيش حد بيوديه، مفيش حد بياخد ايده ويعرفه الصح والغلط، واذا كان هيربي يا اما بالشده يا اما بالتدريب. وعشان كده بيوصل للآن انه يخش في الدايره وهو مش عارف هيخرج منها. تصلح المخدرات بوظته فيه. طب لما الدور بدل ما عايزين معرفه على الحياه